الى التذكاري الى اعضاء واساطير ريال مدريد في البرنابيو، ونفتخر بكل لاعب واسطوره مثل ريال مدريد. حبيت أشكر إدارة ريال مدريد على التكريم اليوم له بتدشين رابطة البحرين الرسمية، وحبيت أهني رابطة البحرين وشعب البحرين بشكل خاص على هذا الإنجاز العظيم. اليوم إحنا صرنا رابطة رسمية وفي ملعب في قلب البرنابيو. حبيت الشكر إلى الجميع، وهذا إهداء إلى أعضاء الرابطة وإلى شعب البحرين، وشكرا ريال مدريد. الى اقوى حساب عربي RM4Arab اللي قدم لنا الدعم، كل الشكر لهم والى الاداره، ونحن نشيد على ما يقدمونه.